كل شيء في المقال يشير إشارة واضحة إلى أن أنا المقصودة. يمكن يقصد واحدة ثانية. لا يقصدني أنا، قاعد يرد على كل الأفكار اللي كنت أطرحها في مقالاتي، قاعد يستخدم نفس الجمل والألفاظ اللي كنت أستخدمها في المقالات. أنا المقصودة يا منى. أي الآن يقول عني إني معقدة وإني امرأة في إطار مزيف؟ يا سعاد هدي أعصابك، صدقيني صدقيني إن الأمر في سوء تفاهم. لازم أوقف عند حده، لازم أعرف شنو حدوده. أنا ماني سهلة لهالدرجة علشان يتطاول علي، لازم أعرف من البداية شنو هي أنا. سعاد سعاد سمعيني، سعاد يا سعاد ما يصير كذي، مو كله عصبية. سعاد سمعيني شوي. ولا أرجوك أرجوك ارجعي، مالك خليني أنا أكثر أسمع. ممكن أعرف شو اللي كاتبه؟ اهلا انسه سعاد، شرفتي مكتبي. تقدر تفهمني وتوضح لي شو اللي تقصده بمقالك؟ تقصدين العمود اللي اكتبه؟ هذا هو الشيء الوحيد اللي اكتبه كل يوم. ليش؟ اكو شيء غلط باللغه او الصياغه؟ لا انت فاهم زين شو اللي اقصده. مع الاسف انا ماني فاهم شيء. لا انت فاهم، ابي اعرف من هي المراه اللي تقصدها، من هي المرأة المعقدة؟ من هي المرأة اللي في إطار مزيف إلى آخر الكلام اللي انت كاتبه؟ ها أنت معترضة على الموضوع، فهمت. تبين تعرفين من هي المرأة اللي أقصدها بمقالي؟ من هي؟ من هي؟ ماكو واحدة معينة أو بالتحديد، لكن ليش؟ أكو واحدة تعرفينها وتنطبق عليها نفس الأوصاف؟ يمكن أنت ما تعرفينها. زين واستخدامك لبعض الجمل من مقالاتي وتسفيه أفكاري ومهاجرتي، أنت قصدك تستفزني؟ لا 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 لا، أنا أحتاج على هذا الشيء. مو معقول أن اللي وصلك من مقالي هذا الشيء. أكيد في سوء فهم. أكو أحد يقدر يهاجمك؟ كل الناس تعرف قدر الأستاذة سعاد. أكيد في سوء فهم. مو معقول أن اللي وصلك من مقالي كذي. إذا أنت فهم أنك تقدر تهيني بطريقتك هذه، فأنا أقول لك أنك غلطان. من غير انفعال، احتمال يكون اختلاف في وجهات النظر. اختلاف وجهات النظر لأصول، لكن الهجوم على الناس وتسفيه أفكارهم لمسميات أخرى ما بأذكرها الحين ولا أقدر أقولها. إذا أنت قصدك التحدي، أنا ما عندي مانع، قبلت التحدي وأقدر أرد عليك. من حق كل إنسان إنه يرد ويعبر عن وجهة نظره، بس من غير انفعال، لأن الانفعال والتعصب ما هو زين. ما أنت معاي إن حرية الرأي مكفولة للجميع؟ كذي؟ زين؟ أنا قبلت التحدي. تقصدين الاختلاف في وجهات النظر، وأنا موافق. يا أخذنا الكلام ونسيت أعزمك على شيء تشربين. شكراً، الأيام بيننا إن شاء الله. وأنا في انتظار تشريفك لي. وتشريفك لي لما تقرأ الرد على السخافات اللي تكتبها. الله يسامحك، مع أن الناس يقولون أن أسلوبي أسلوب شيق وممتع في نفس الوقت. الأخت سعاد كانت عصبية جداً، دخلت مكتب الأستاذ سالم وكانت وكلمته بلهجة عصبية. اللي شافوهم وسمعوهم هم اللي بلغوني كذي. طيب وسالم شلون كان رده؟ كان رده شديد؟ بالعكس، كانت أعصابه باردة وفلان وهذا اللي استفزها أكثر، وطلعت من عنده وهي معصبة تهدد وتوحي. شيء حلو، شيء ممتاز. ممتاز؟ شنو اللي ممتاز؟ ممتاز انه يعني سالم قدر يقضب اعصابه، وهذا طبعا ان الشيء هذا رقم التوزيع عندنا في الجريده اليوم مرتفع لان كثره الاعداء في الجريده. على كل حال، في اي مكان تحصل هوشه او خناق تشوفين عدد المتفرجين يزداد، وهذا بالنسبه لنا احنا كجريده يزداد عدد القراء في نفس الوقت زياده في التوزيع. بس انا مستغربه من الاستاذ سالم. ماني مصدقه انه هو عدو للمراه. بالعكس، الأستاذ سالم رقيق ويعامل النساء برقة وذوق، ولهني مصدقة أنه هو عدو للمرأة. لا أنت غلطانة، سالم يكره المرأة كره العمى. الذوق والرقة هذا ما هو إلا تكتيك، مو من طبعه طبعا، لأن أنا عارفة زين. اتفضلي. أهلا 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 بالأخت سعاد. أهلا بمسؤولة المرأة والصوت الحر. تفضلي استريحي. أي خدمة؟ لا شكرا، تفضل.
خير ان شاء الله. عمري الاستاذ الجديد هذا، هذا مش فاهم نفسه، ابي افهم مش فاهم نفسه. قصدك الاستاذ سالم؟ عسى ما قالت شيء، عسى ما جرحت بشيء، ترى انا قايل شيء قولي لي اقدر اتصرف معاه، لان طبعا يهمني انك انت ما تنجرحين من اي شيء، في نفس الوقت انت عارفه معزتك ومكانتك عندنا، وما نرضى حد يمسك بشيء. يعني حضرتك ما عندك اي فكره عن الموضوع؟ اقصد ما مر عليك المقال؟ مقال؟ فكره؟ ايه قصدك هجوم على المراه؟ لا قصدي هجوم علي انا على وجه التحديد. انت بالذات؟ لا ما اعتقد، الله يهداك، بس انت حساسه وايد. على كل حال انا قريت المقال وما شفت فيه اي شيء يدل على انك انت المقصوده. يا سلام، كذي؟ طبعا كذي، ولو شايف في اي اشاره لك انت بالذات انا اوقف المقال. كل اللي كتبه الرجل عباره عن تعبير عن وجهه نظره في المراه، وطبعا احنا متفقين من زمان ان كل واحد حر في التعبير عن وجهه نظر. يعني انت شايف انه عبر عن وجهه نظره وبس؟ اكيد اكيد، وانت بنفسك من انصار الحريه في التعبير، ولهم المعقول ان احنا نصادر حريته في التعبير. انا كنت متاكده ان هذه وجهه نظرك. ارجو ان حريتي في التعبير عن وجهه نظري في المقالات اللي اكتبها واللي تمر عليك ما يطلع عليها اي اختصار او تعديل. بس بالطريقه هذه بتكون معركه صحفيه، وانا ما يمكن ارضى اني اكون الطرف المهزوم. Jane, come out, please, come on. Why should I come out? I don't want to. Jane, Khalil and some friends are here. What difference does that make? I'm swimming on my own here. Just come out and hurry up. No, I don't want to. يعني كان لازم تهدينا وتين تقعدين بروحك؟ ايش تبيني اسوي يا سعاد؟ بيتي ولازم برجع له في يوم من الايام. بعدين انا تعودت على الوحده، صارت مساله تعود. انا لما الظروف اللي انا فيها كان جابلتك 24 ساعه، كان دبلت كبدك من شوفتي، طلعتك وديتك ومشيتك، لكن شو اسوي؟ ما ادري وين طلع لي هالسالم. بيني وبينه تحدي ولازم اكسبه. تحدي؟ اي تحدي هذا اللي تبين تكسبينه؟ التحدي صحفي مثل ما يقولون، معركه صحفيه، هجوم متبادل بيني وبينه على صفحات الجرايد. قضيه شغلتني وايد، صدقين انا دائما افكر شلون اجاوبه، ايش اكتب له، ايش ارد عليه فيه. لكن انا متاكده انه بييني في يوم من الايام ويطلب السماح. انت لهالدرجه تكرهينه؟ اكرهه؟ لا يا خالتي، انا قلت لك هذا مجرد تحدي. عيل ليش التحدي ما دام ما تكرهينه؟ هو اللي جبرني على هالتحدي. وهو سيء لهالدرجه؟ بالعكس، وهو انسان لطيف، مثقف، ناجح، شخصيه قويه، لطيف، كل الصفات الزينه فيه، لكن عنده عداوه للمراه ما ادري شنو سببها. كل هالصفات الحلوه اللي انت شايفتها فيه واللي وصفتيها لي وبينك وبينه تحدي، هذا نوع من الاعتراف بكفاءة الخصم. بس كذي؟ أكيد بس كذي، ولا إيش بيكون يعني؟ أستاذة سعاد، حضرتك تناديني؟ مو تفتكرين ان الزملاء اللي تلاقون يحيون بعضهم على الاقل؟ ولا يتجاهلونهم وكأن ما يعرفونهم وكأن ما بينهم زماله؟ هذه شن هي؟ محاضره في الزماله؟ لا ابدا، واحده في ذكائك وثقافتك محتاجه حق واحد مثلي يقول لها محاضرات؟ خصوصا لما تكون تنادي بالعلاقات السويه والاحترام المتبادل بين الناس وتنقيه النفوس. افتكر اللي بيني وبينك ما ينطبق عليه الكلام، لان الهجوم الجارح والتحدي المبطن ما يدخل في العلاقات السوية اللي تتكلم عنها، الا اذا انت تنسى اللي تكتبه او انهم يكتبون عنك. يكتبون عني انا؟